ما رانيش ساكتين نتكلموا باللغه العربيه بالدارجه وباللغه الفرنسيه، هذا هو الهدف من البرنامج. مرحبا بكم متابعين ومتابعات غجوان في عدد اليوم لاشتاغ نيوز ما رانيش ساكتين. عفوا، موضوع اليوم راح يكون موضوع تكمله لموضوع نهار الحد، خاصه مع ازمه كوفيد 19 في هذه الايام، وين وتيره الحالات ووتيره الاصابات راهي في تزايد مستمر بشكل مخيف. لكن الاخطر من هذا الشيء نقص الأكسجين في بعض المستشفيات الجزائرية في مختلف الولايات. نقص الأكسجين أصبح هو ربما الخطر أكبر من كوفيد 19. تعالت صرخات استغاثة المواطنين لتوفير هذه القارورات، قارورات الأكسجين، جهاز توليد الأكسجين، وكذلك الأجهزة وقرارات الأكسجين عفوا. وكذلك تزايدت مبادرات المجلية الجزائرية في المهجر وحتى المواطنين داخل البلاد لربما توفير بعض المستحقات الطبية، منها قرارات الأكسجين للجزائر من أجل إنقاذ المرضى، خاصة لنا في المستشفيات. كنا شفنا بزاف فيديوهات في مواقع التواصل الاجتماعي يعني مخيفة لناس، إما الناس يتموت بسبب نقص الأكسجين، وكذلك ندرة الأكسجين اللي ربما يعني تؤدي إلى همجية كبيرة داخل المستشفيات من أطباء وعمال داخل المستشفى وربما عائلات المرضى، مرضى كوفيد 19، لتوفير هذه المادة الحيوية في هذه الأوقات الصعبة اللي تعرفها الجزائر والعالم كذلك. لكن صحيح أنه في الجزائر نقص الأكسجين يعني أصبح هاجس المواطنين في هذه الأيام. واليوم في حصة مرنش ساكتين حبينا نخصوها لهذه المبادرات، ربما نعطي الصدى لهذه المبادرات إما للجالية الجزائرية المقيمة بالخارج وحتى المواطنين داخل الجزائر. لو كنتم أنتم معنيين بهذا الأمر اتصلوا بنا، عطونا ربما أفكار، شاركونا أفكار كيفاش نقدروا نساعدوا وكيفاش المواطنين يقدروا يساعدوا لملا. وربما ربما تعرفوا بلي كاين مبادرات للجالية الجزائرية في مختلف بلدان العالم راهي تحاول أنها دير ديكانيوت باش يعني تشري وترسل المعدات الطبية، منها قارورات الأكسجين وأجهزة صنع أو توليد الأكسجين. 077-77-66-98 هذا هو الرقم مرانش ساكتين باش تصلوا بنا وتشاركونا، ولا كتبوا لنا كومنتار. راح نستقبلوا أول اتصال لنهار اليوم مع توفيق عمران. أهلا توفيق. اهلا اميره، مرحبا بك في مرانش ساكتين. تخي بيان وانت يا توفيق. الله يسلمك. نتمنى انه ما مسكش المرض. ما مسكش المرض كوفيد. لا، الحمد لله. من وينك تصل بينا توفيق؟ موريال. من موريال. توفيق، موضوع اليوم هو ربما المبادرات الجزائرية المختلفة التي تقوم بها الجالية الجزائرية لتوفير قارورات أكسجين، أجهزة توليد الأكسجين، خاصة أنه نعرفه في هذه الأيام في المستشفيات يعني الأمر أصبح مخيف، كاين نقص كبير في هذه الأجهزة. ربما أنت عندك فكرة عن مبادرة، حكي لنا على ما تقوم به الجالية الجزائرية لتوفير هذه الأجهزة. هناك كثير من المبادرات بصفة عامة، وهنا في كندا، وفي كندا بصفة عامة، وفي موريال بصفة خاصة. هناك مبادرات لإحضار قارورات الغاز، إحضار قارورات الغاز بلوتو الأكسجين إلى الجزائر. كاين أسوسياسيون راهي متكفلة بهاد الأمور. أما إحنا مجموعة ما راناش اسوسياسيون، احنا مجرد كيما نقولوا احنا مواطنين جزائريين زيدوا هنايا عايشين هنايا. قررنا فتحنا جروب ماسنجر ودرنا مبادره لتوفير 20 قاروره غاز، وان شاء الله راح ديسي ان شاء الله جودي ان شاء الله نكونوا كملنا كلش، يعني كنا 20 ونبعتوها راح توصل الجزائر في غد بعد ايام، يعني 10 ايام ماكسيموم. قل لي لما تدخل العشر ايام كيفاش راح تكون لا ديستريبيوشن في الجزائر؟ راح تروح للمستشفيات؟ تكفلوا؟ لا، احنا مش احنا اللي نتكفلوا، هناك جمعيه هي اللي تكفل بتوزيع مش توزيع، يعني راح تنقل هذه القرارات من يعني من مريض لاخر
يعني هي اللي تكفل الجمعية، احنا يعني جوست نوفر القرارات هذا المكان. قل لي توفيق عمران، هل يعني من السهل توفير هذه القرارات في الخارج كما انت ربما ناخذ هو مثال مونتريال؟ من السهل هنايا هنايا هنا كيما نقول لك، بعد الموجة الأولى ما يخفلكش أنه كل يعني كل صناع هاد لي برودوي كانوا ينتجوا بصفه يعني بصفه هائله. دونك المنتوجات راهي متوفره، ما تنساش راهي الجائحه كورونا راهي مده صافي عام ونص، للاسف وهي ملي بدات. دونك يعني فيها نتذكروا انه ليامات الاولين ما كانش كاين لي ماسك، دوكا كاين لي ماسك بزاف. سي لا ميم شوز مع هاد القرارات الغاز. ما يخفالكش انه خاصه هاد الدول المتطوره ما كانش نقص في الاكسجين، لانه ربما تعلمت الدرس على خلاف بعض البلدان كالجزائر وتونس اللي راهي يعني في بعد كما قلت انت سنه ونص بعد جائحه كورونا ما زلنا يعني في مشكله توفير قارورات الاكسجين. قل لي توفيق، هل يعني عندكم عراقيل، واجهتوا عراقيل مع ربما مع السلطات الجزائريه او الجمارك لتوفير هذا؟ اما ربما احنا كي اتصلوا بي على جال العراقيل تبريزون على بالي شراني شو انتخاند اونسيني، مي ان شاء الله ديسي لاسي ان شاء الله يكون تكون عندي الموافقه اسك نبعثو ولا نشوفو يعني مع كاش مع الجمارك ان ترانزيت يديرو باش نبعثو هاد الاجهزه. قل لي توفيق، لو كان ربما كاين جزائري راه يسمع فينا في مراناش ساكتين وهو مقيم بمونريال، واش يقدر يدير الا حاب يعاون يعطيكم ان دون ولا واش يقدر يدير توفيق؟ احنا درنا فتحنا ان كونت، درنا اللي يحب يساهم، مام حتى درناها في لاباج دي زالجيريان دو موريال، اللي يحب يشارك يعني يبعث يدير جوست ان دون هكذا باش يكون بكل شفافيه وما يكونش حاجه يعني ما يكونش يعني الدراهم يكونوا في اليد ولا باغ كونت، يعني راح يكونوا الدراهم هذو يتوجهوا ديريكتومون للفورنيسور. تري بيان تري بيان، شكرا جزيلا توفيق عمران ويعطيك الصحه على كل هذه المجهودات. شكرا شكرا، الى اللقاء. مازال دائما في مراناش ساكتين، كما قال توفيق عمران الى كل جزائري مقيم بمونريال يقدر الى حب يعاون يقدر يروح لصفحه لي الجيريان دو مونريال في فيسبوك، ربما يلقى لاكانيوت باش يدير ان دون، ربما يقدر يعني ينقذ مريض ولا اثنين. دائما 0777776698 هذا هو رقم مراناش ساكتين، الا كنتوا راكو تشاركوا في مبادره اما داخل الجزائر او من خارجها اتصلوا بنا باش نعطيو لكم حنا نعطيو صدى لهذه المبادرات، ربما يكونوا ناس يحبوا يعني يعاونوا، لما لا يتصلوا بالحصه لحصه اليوم مراناش ساكتين. نروحوا لفاصل موسيقي صغير ونعاودوا نبقاو معنا. عودة مجددا لمراناش ساكتين، موضوع اليوم موضوع النقص الخطير والقاتل لمادة الأكسجين وأجهزة توليد الأكسجين. معنا هذه المرة متصل من تركيا. ألو، حذيفة جباري. أهلا حذيفة. ألو، مرحبا بك. مرحبا بك رئيس الجالية الجزائرية بتركيا، شكرا جزيلا لقبولك الدعوة والمشاركة معنا في مراناش ساكتين. كما على بالك الجزائر أو المستشفيات الجزائرية راهي تعاني، مرضى كوفيد 19 يعانيوا من نقص كبير لمادة الأكسجين وخاصة أجهزة توليد الأكسجين اللي ربما راهو يقتل أكثر من المرض بحد ذاته. وزادت يعني المبادرات الجالية الجزائرية في الخارج المقيمة بالخارج يعني لتوفير هذه المواد للمرضى الجزائريين. يعني هل الجالية الجزائرية بتركيا، هل عندك معلومات عن بعض المبادرات اللي راهي يعني تنظم في هذا المنوال؟ طبعا بعد، بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا جزيلا على الاستضافة وعلى هذه الفرصة. الجالية الجزائرية مش فقط في تركيا، في كل دول العالم ما زالت دائما تثبت انها مرتبطة بالوطن وبالجزائر، ونحب بلادنا ونحب الخير لبلادنا. لذلك كانت واحدة من المبادرات اللي راهي الآن ماشية، مبادرة تنسيقية الجالية الجزائرية اللي تضم أكثر من 22 منظمة في عديد من دول العالم، من ماليزيا إلى أمريكا، ومن بينها أيضا منتدى الجالية الجزائرية في تركيا اللي أنا أمثله وأنا رئيسه حاليا، بالتنسيق مع مؤسسة الجزائر المتحدة الخيرية في داخل الجزائر و جمعيات أخرى في مدن مختلفة داخل الجزائر، نحاول
إدخال أكبر عدد ممكن من مكثفات الأكسجين لدعم المرضى الذين يعانون خارج المستشفيات. داخل المستشفيات ممكن موجود نقص، لكن نرى نسمع في أخبار عن وجود عمليات استيراد تقوم بها الدولة أو تقوم بها مؤسسات كبيرة في تابعة للدولة أو خاصة، في حين أن الناس اللي يكونوا لا يتم استقبالهم في المستشفيات ويتم إعادة إرسالهم للبيوت رم يعانوا أيضا بصفة كبيرة. وهذا هو اللي رانا نحاول نركز عليه بالتنسيق مع مؤسسة الجزائر المتحدة الخيرية اللي راهي منذ تقريبا نوفمبر 2020 قائمة بهذا العمل اللي هو تسيير وتدوير الآلات تكثيف الأكسجين على المرضى داخل البيوت. طبعا توجد مبادرات أخرى اللي كلها نباركها ونحاول أنه نشجع أي واحد يحاول أنه يساعد في هذا الجانب. طبعا لا يخفى علينا جميعا أنه دور السلطات الجزائرية مهم جدا في هذا الأمر، واللي نقدر نقوله أنه يوجد بشرة خير في الانفتاح اللي صار اليوم، قرار الحكومة بإعفاء أي ترخيص أو إعفاء أي مستورد لمكثفات الأكسجين من الترخيص، سواء كان بصفة تجارية أو بصفة شخصية، خاصة اللي حاولوا أنهم يدخلوا لأهاليهم، فهذا راح يكون ممكن، وهذا أمر جيد لأنه يخفف الضغط على المستشفيات وعلى الجمعيات اللي تحاول تساعد السلطات الجزائرية في العبور من هذه المرحلة والموجة الثالثة هذه غير موجودة في الجزائر. نعم أستاذ حذيفة جباري، ربما أنت سبقتني لهذا السؤال فيما يخص هذه المبادرة، هل واجهتم عراقيل ربما لتوصيل هذه المواد أو في بما يخص التعاملات المالية؟ هي صراحة أكبر تحدي كان موجود هو موضوع الكوطة، موضوع من يستطيع أن يقوم باستيراد هذه الأجهزة. والحمد لله احنا كان لدينا تواصل مع مستوردين اثنين من اللي عندهم تراخيص لاستيراد هذه الأجهزة، وكان عندهم الإمكانية إلى أنهم يستوردوا، لذلك تحركنا معهم، والحمد لله هم أيضا كانوا في مستوى المواطن الجزائري اللي يحب بلاده ويحب أهل بلاده، بحيث أنه قالوا احنا مستعدين لأن نقوم بالإجراءات الإدارية بدون ما نطلب أي أرباح أو أي مبالغ نقدر ننقذها، لأنه أصلا الأموال راهي مجمعة سواء عن طريق جمعيات الجالية خارج الجزائر أو عن طريق مؤسسة الجزائر الخيرية المتحدة أو جمعيات أخرى خيرية إضافية أيضا تحاول جمع الأموال. فالتحدي اللي كان موجود يمكن عن بعض الجمعيات الأخرى احنا كنا إلى حد ما لقين له حل بوجود هذه المستوردين معنا في المجموعة اللي رانا دايرينها للتنسيق أو خلية التنسيق بين المؤسسات اللي خارج وداخل الجزائر، زائد بعض الإداريين اللي عندنا تواصل معهم، خاصة من الأشخاص اللي عندهم تواصل مع المصانع في الصين وفي تركيا وفي بعض الدول الأوروبية للحصول على أفضل الأسعار باش على الأقل تكون تكلفة أقل، خاصة أنها راح تكون بأموال تبرعات وليست مشتريات للربح التجاري. صحيح صحيح. أستاذ حذيفة، إذا كان ربما جزائري راه يسمع فيك اليوم من تركيا وحاب يعني يبادر معكم، كيفاش يقدر يلتحق بالجالية الجزائرية بتركيا في المنتدى؟ عفوا. طبعا نعم، طبعا احنا في صفحتنا منتدى الجالية الجزائرية بتركيا موجودة، صفحتنا في فيسبوك وفي الانستغرام وأيضا في صفحات المؤسسات الأخرى بما بينها مؤسسة الجزائر المتحدة الخيرية، رح يلقى مجموعة من الروابط للمشاركة، سواء المشاركة عن طريق PayPal، عن طريق مواقع تجميع التبرعات اللي هو GoFundMe أو كورونا ديزاد اللي موجود في كندا، مجموعة كبيرة راهي موجودة في كندا من الجزائريين يحاولوا أنهم ينظموا أنفسهم تحت اسم كورونا ديزاد، وكانوا أرسلوا أيضا مجموعة من الأجهزة. فعلى صفحتنا أو على صفحة أي واحدة من هذه المؤسسات اللي ذكرتها توجد هذا الروابط، أو اللي موجودين في تركيا يقدروا يتواصلوا معنا مباشرة بالتقرب من مقر المنتدى في مدينة اسطنبول في بلدية الفاتح بالضبط، ويستطيع أن يقدم تبرعه، وبعد ذلك يأخذ تقارير مفصلة عن المبلغ اللي تبرع به إلى الجهاز وين راهو يستعمل، حتى باسم المريض إذا يحب. جميل جميل. قل لي، ما هي من غير يعني الأجهزة المتعلقة بتوفير الأكسجين، ما هي أهم مواد هذه التبرعات؟
والله حاليا احنا مركزين فقط على اجهزه مكثفات الاكسجين، لانه هي اكبر تحدي موجود. الباقي الشركات اللي تعمل في الجزائر في المجال الصحي هي تستورد الامور الاخرى بصفه عاديه وموجوده في السوق صحيح. الجزائريه. صحيح. التواصل اللي بدا بيننا وبين مؤسسه الجزائر المتحده كان بسبب ندره مكثفات الاكسجين والاستعمال الزائد للاجهزه المهيبه في الجزائر، بحيث انه حتى اللي يحب يشتري ما يلقاش. لذلك كانت العمليه بسرعه حتى نقدروا نوفر كميه اخرى من خارج الجزائر. والان مع هذا القرار اللي دارته السلطات الجزائريه، ممكن حتى الاشخاص يحبوا يرسلوا لاهلهم في الجزائر، اظن اصبح ممكن هذا الامر، حيث انه يبعثوه بالكارغو او تليفون واحد نازل ينزلوا معه. جميل يكون في جميل اجراءات اداريه بسيطه ويتمكن من ادخال الجزائر. جميل، خاصة أنه توفير هذه الأجهزة، أجهزة توليد الأكسجين اللي راهي بأثمان باهظة في الجزائر، لما تكون هذه المساعدات وتتوفر ربما راح تساهم في خفض هذه الأسعار. صحيح. آخر سؤال ربما فيما يخص التلقيح، حملة التلقيح في تركيا، يعني هل الأمور متواصلة؟ كيف يعني هناك لاحقين في التلقيح في تركيا؟ السكان تركيا أكثر من 85 مليون، إذا أضفنا لها الأجانب المقيمين في تركيا ممكن نضيفوا حوالي 7 ملايين فتصبح 92 مليون. اللي تلقاوا على الأقل جرعة أو حتى جرعتين من اللقاح راهم أكثر من 63 أو 64 مليون، فالعملية راح تصير بوتيرة سريعة جدا. وهل هذا ساهم ربما يساهم في العودة لحياة طبيعية في تركيا؟ أكيد يساهم بصفة كبيرة في العودة للحياة الطبيعية. طبعا ما زالت هنا الكمامة إلزامية، التباعد إلزامي، مازال بعض الأنشطة العامة اللي تكون فيها أعداد كبيرة مازالت محددة وعندها ضوابط وعندها شروط، لكن عملية التلقيح كل ما زادت أعدادها أكثر كل ما كان فيه أريحية أكثر سواء داخل المجتمع أو لدى السلطات في أنها تقدر تتحكم في الوضع، خاصة أنه اليوم رانا نتكلم في تركيا على وجود تقريبا عدد إصابات يومي فاق 10,000، لكن ما كانش هذيك البانيك اللي كانت موجودة قبل، لأنه عدد الوفيات لا يتجاوز 50 كل يوم، فهذا مؤشر جيد جدا على أنه حتى ولو كانت أعداد الإصابات كبيرة لكن التعافي أيضا أصبح ممكن، ومع إلزامية الحفاظ على شروط السلامة اللي هي الكمامة والتباعد والمعقم دائما. نعم، شكرا جزيلا حذيفة جباري، الله يسلمك، نتمنى لك التوفيق ولكل الناس الجزائريين اللي راهم يقوموا بهذه المبادرات لمساعدة المواطنين. إن شاء الله. إلى اللقاء. مازلنا دائما على مرنج ساكتين على 077 77 66 98، هذا رقمنا كنت تشوفوه تحت الشاشة، اتصلوا بنا اعطيو لنا ربما إلى حبيتوا تشاركوا في مبادرة، إلى أنتم راكم وراء مبادرة معينة لتوفير هذه المواد اللي أصبحت نادرة في الجزائر اللي هي قارورات الأكسجين والتي أصبحت قاتلة يعني بالنسبة لمرضى كوفيد 19 في الجزائر، ولا اكتبوا لنا كومنتار راح نحاول نقرأ في كومنتار. مجددا لي ما رانيش ساكتين، حاولنا نتصلوا بيوسف، ما على باليش قدرنا نربطوا الاتصال مع يوسف. الو، اهلا يوسف. اهلا اخت، مرحبا بك في ما رانيش ساكتين. الله يسلمك اختي، تفضل يوسف، ربما يهمك موضوع اليوم، راك مشارك في مبادره معينه لتوفير هاد ماده الاكسجين ولا لا؟ والله اختي العزيزه انا اقول لك في الحي تاعنا هنايا في القبه الجزائر العاصمه درنا اجتماع عندها واحد اليومين، قلنا يعني باش نروحوا نقصوا على العائلات هذه المتضرره من الكورونا. ذهبنا لمراكز تاع سيدي موسى، ذهبنا تاع الكاريتوس، هذوك ما خلوناش من بان ندخلوا، وجبنا معنا تصاريح باللي عندنا مرضى ما خلوناش ندخلوا باش نجيبوا القرح هذوك لي بوتي دوكسيجين باش تشروهم. ايه باش نشرو سي نورمال، باش ما خلوناش للاسف. واش حبيت نقول لك؟ هذا راجع لأحسن منظومة طبية في إفريقيا، أكيد بعينك أختي، والله العظيم للأسف. غير البارح في لوساندي في سبيطار بارني، غير مرة يسيو يفطنوها في الأرض، ماشي من با داخل السبيطار، في الأرض في الشارع يعني داخل السبيطار، يعني مأساة مأساة حقيقية، ونسأل الله العافية إن شاء الله دوما هادو العباد اللي راهم مستكلفين بهذا الموضوع هذا، إن شاء الله يقوموا، إن شاء الله يقوموا.
ويخلونا من الهضره الزايده هذه ويتهاو بالناس اللي راهم يهضروا هضره ما عندها حتى معنى. ان شاء الله يفيقوا يخدموا البلاد، وان شاء الله هذو العباد اللي عندهم يعني المال، يعني الناس اللي عندهم المال ان شاء الله يتضامنوا مع الناس يشريوا هذو لي جروب اللي راهم يخدموا بهم الاكسجين. ام كاين جمعيات هذو هما اللي راهم في الصوره، هذو هما قارورات الاكسجين. نعم كاين جمعيات راهم قايمين عليها هكذا، ناس مما داخلين اللي عندو لاني خاطيهم سيدي جان هكذا سيدي زيتيديون مبادرات فرديه. اكزاكتوم اختي نعم هم يخدموا الله يباركهم يتعبوا راهم يروحوا يدققوا في ديور الناس اللي يقدر يعاون. كاين الله يبارك ناس اللي يمدوا بزياده، كاين يقول لك ما كل واحد المهم انسان كما نقولوا ما يعيش وخلاص، باسكو لا حاجه كيما هذه لا راح يديرها لنفسه. ان شاء الله المجتمع الجزائري ان شاء الله كاع يكون قلبه حنين، يحنن قلبه ويوقف مع الناس، واللي يقدر يريح في داره ما عنده حتى شغل يريح في داره اختي العزيزه. صحيح والقهاوي هذوما الامور مارشيات ان شاء الله ينقصوهم. يوسف ربما كاين الناس نعم يوسف كاين الناس ربما يسمعوا فيك اليوم في مراجع ساكتين، بما انك انت زرت المستشفيات الجزائريه بعض المستشفيات، وصف لنا شويه الحاله خاصه في الايام الاخيره. والله يا اختي غير ماساه حقيقيه، ماساه بكل ما تعنيه من كلمه، ماساه حقيقيه. أباك تخافي تدخل للسبيطار، ما أولا ما كاش تعقيم. وعلاش ما كاش تعقيم؟ ما كاش المعقمات؟ نقص في المعقمات؟ لا ماما تدخل ماما كي تدخل للسبيطار، مينيموم كان هذيك العفسة هذيك اللي تجوزي تحتها وترشك كومبلي، مينيموم أضعف الإيمان، مش صحيح. حاجة كبيرة ولا أمتي موتور هكذايا، أمتي كومبريسير صغير ويخدموا بها، ماشي حاجة واعرة. صحيح. إيه. نورمال الوزارة المعنية. دير دي كونفونسيون مع هاد العباد اللي يخدموا عفايس كيما كاين الناس طوروا امور كيما هادوما زون انفونتي دي تريك كيما هادوما شري عليهم هم دايرين تشغيل الشباب هما داروا لونساج وداروا الكناك داروا لوندي داروا اونجام هم يخدموا بصح علاش ما يشريوش عليهم علاش ما يعاونوا الشباب نورمال يعاونوهم يشريو عليهم الامور كيما هادوما ويروحوا بلاصيون في لي زوبيتو ينقصوا دوك اختي نقسم لك بالله غير تدخلي للسبيطار غير تخرجي مريضه من المستحيلات السبع ما تخرجش مريضه بالكورونا. يوسف كاين بزاف ناس ربما يشككوا في وسائل الاعلام والصور اللي رانا نشوفوها ربما في مختلف وسائل الاعلام، يقول لك انه ربما الصحافه راهي تضخم الامور. بما انك انت مواطن عادي اتصلت بنا في راديو ام لهذا الشيء، طلبت منك انك توصف الحاله. ربما الناس اللي راهم يشككوا في الصور اللي راهي في مواقع التواصل الاجتماعي او ربما اللي راهي في القنوات التلفزيونيه يسمعوا لي التيمونياج تاعك. والله يا اختي العزيزه نقول لك حاجه، غير كي نهضروا غير يتهمونا، ما احنا كي نهضروا وكذا نكتبوا في فيسبوك نعلقوا امور هذا والله غير يتهمونا، يقول لك ما تحبوش البلاد وما تحبوش كذا. اخت بيناتنا والناس كاع يشوفوا على بالهم نسكن في القبه في حي هنايا في حي في القبه في حومتي بوك بالك هاد السمانه اللي فاتت ماتوا واحد 8 في بن عمر ماشي في القبه في بلديه القبه في حي تاع بن عمر ماتوا 7 ولا 8 في سمانه. هذه في حي ماشي من با بلديه، بلديه فيها بلديه القبه فيها واحد 15 حي. ثم كيفاش ومن بعد اش يروح يديك لاري ويقول لك كاين 22 مصاب يعني مات ربي يرحمهم على كل حال، نطلب لهم الرحمه ان شاء الله وربي يشفي. لا الارقام معروف انه الارقام اللي تصرح بها وزاره الصحه ماشي ما تعكش ربما حقيقه الوضع، لانه ماشي كل الناس تسجل، ماشي كل الناس تسجل في مختلف المراكز الصحيه. شكرا جزيلا على الاتصال يوسف. عفوا ماشي صح. الى اللقاء. كما سمعت يوسف وصف لنا ربما بعض الوضع داخل بعض المستشفيات الجزائرية بسبب نقص الأكسجين وتزايد وتيرة الإصابات في الجزائر. اتصلوا بنا على 077-77-66-98 لمرنش ساكتين وحكوا لنا ربما إلى عندكم فكرة عن بعض المبادرات في الجزائر ربما نعطيو لها احنا صدى باش نوفروا قارورات الأكسجين والأجهزة اللي راهي تعرف نقص فادح داخل المستشفيات الجزائرية. فاصل موسيقي ونعود نقولوا بقوا معنا. عودة مجددا لمرنش ساكتين، معنا اتصال من محمد من العاصمة. أهلا محمد. ألو. اهلا محمد. ماشي تسمع فيكم مليحه؟ وهكذاك تسمع فينا محمد؟ يسمع فيكم بعيد، معليش نحاول نعرف شنو غايسيد كومونيكي.
مرحبا بك في مرة نشتكتين محمد. انت ربما تشارك بزاف في المجتمع المدني في المجال الجمعوي في هذه الأيام، يعني المستشفيات الجزائرية تعرف نقص فادح في مادة الأكسجين، مادة الأجهزة اللي توفر الأكسجين. وشنو هي ربما المبادرات اللي ربما انت راك متابعها داخل الجزائر لتوفير هذه المواد؟ مساء الخير عليكم، وسلام خير سلام وفاء هدايا. ان شاء الله. سلام عليكم، ان شاء الله على خير. ان شاء الله. ما تبقاش بزاف. سينو المبادرات راكم شفتوا الحمد لله بوكو جون سو سونتي امبليكي كيما شفنا اني ميديا تاع الصحه، دونك انا فايتهم ويتحوس تجيب الكونسونترات تاع الاكسجين من الخارج. واليوم شفت بلي كاين مبادرات اخرى راهي انطلقت اليوم وحده في وارن، وكانت وحده البارح في مسيله وجايه اللي ما خصهاش. يشريو دي سنترال دوكسيجين باش يحطهم في السبيطار. اسكو محمد ربما كي راك تقول انت يشريو، يعني يشريو داخل الجزائر، يعني هل ممكن بما انه كاين ناس راهي تشري، يعني كاين وفره تاع هذه الاجهزه داخل الجزائر؟ لا شوفي انا نقول لك ما ظنيش كاين وفرات على كونسنترات تاع مكثفات الهواء هذوك تاع كل وقت هما انديفيديوال جهاز توليد الاكسجين واحد من الوعي هذوك مشكيتش كاين وفره، كاين ندرة كبيرة وعلى جال الندرة هذه اللي كان يدير كونسونتراتور تاع ديليت كان يدير 9 دي مليون، اليوم راهو 30 مليون ما تلقاياش ما بدراهم. 350 ألف دينار جزائري. 350 ألف دينار جزائري، أنا البارح خليته 250 ألف دينار جزائري، اليوم نعرف واحد يعني ما يكذبش عليا قال لي باش هو يشريها قالوا له 350 ألف جزائري. ثمن خيالي بالنسبة لمواطن جزائري. ماشي خيالي يعني يقتل أكثر من الموت أكسجين، ولا كي تسمع هذا الشيء هذا هو الشيء اللي هم يضحك وهم يبكي. صحيح صحيح صحيح، هذا هو الشيء اللي يقتل فينا الضحك. صحيح. قل لي محمد، كاين بزاف ناس ربما في مواقع التواصل الاجتماعي كي نقراو التعليقات وحتى ناس اتصلت ببرامج ساكتين تقول لك انه الوسائل الاعلاميه وال خاصه في التلفزيون، يعني القنوات التلفزيونيه راهي ربما الصور اللي يتمدها راهي تضخم للوضع داخل المستشفيات، يعني ما كاش فعلا الناس يتموت بسبب نقص الاكسجين. وبما انك انت راك ناشط في هذا المجال ربما عطينا صوره داخل على الوضع الحقيقي داخل المستشفيات الجزائرية. شوفي روحوا بالعقل ديجا، انا القنوات ما شفتش واش راهم يقولوا شنو يشوفوا، انا عندي عادي ساتر ندخل كاش باش فيسبوك تاع كاش قناه نشوف جوست شحال داروا اليوم شحال ماتوا شحال مرضوا هذا ما كان. سينو الوضع انا شكيت كي نشوف. شوفي نمد لك حاجه صغيره برك، إليا دو جوغ افان دو جوغ دو سوار كاع في الفيسبوك تاعنا شفنا عند دي جون فيابل دي باج فيابل دي جورناليست فيابل سوري اللي على الانستون ميم تما 22 كانوا ماتوا 15 بيرسون في لوبيتال تاع الصيف على جرح بالاكسجين. ربي يرحمهم. نعم صحيح. على الانستون ميم ماتوا كان حتى شفنا كاين باللي في 24 في تريتوار ناسيونال ماتوا كان. نعم كاين. لا انا هذا واش نخدم واجبك. واضح انه كاين مشكل كبير في الارقام ربما والاحصائيات ماهيش يعني ماهيش سنغفلت با لا رياليتي. محمد حتى يعني شفنا صوره تاع مستشفى عنطايا، فيديو تاع مستشفى عنطايا ما باليش الا انت كنت شفتها في مواقع التواصل الاجتماعي للناس، يعني وصفوها بالسلوك الهمجي لبعض الناس اللي كانوا يحاولوا يتحصلوا على قاروره اكسجين. شوفوا الله غير وسمحوا لي على الطريقه اللي حنتحدث بها، كي تكون قاعد في دارك وتاكل في الرمان وتاكل في ميتينا سي نورمال تشوف بلي هذا الشعب هماجي. اخي سي نورمال واحد عنده ان بارون في السبيطار وهذاك البارون راه يتنخنق حيموت، من بعد تجي وشاف بلي جا الاكسجين وبلي ما كاش اللي سار به ما كاش اللي واقف، هذاك اش حبيتو يدير؟ تولي مسألة حياة أو موت. صحيح صحيح. سي نورمال تاك في الدار قاعد تلعب بلاي ستيشن 5 سي نورمال داروا لك هماجيين سي نورمال سي نورمال. واسمح لنا مهما الاكسجين تاعك انا خليناه مانيش نستعمله، انا ندي الاكسجين هذا مصطنع انا خليناه ولف. صحيح. هذا غير سي با نورمال، هذاك واحد قلبه يتقطع ويجي يشوف التعليقات كي تشوفوا الانفعال تاعك السلبيه والحاله مليحه وانتم راكم بزاف ولا غير يونامار. الانفعال تاعك يبين انك يعني سابوتان كور هاد الوضع هذا. نتمنى انه ربي يرفع لنا البلاء ونشكرك على هذه المبادرات محمد. ان شاء الله المستمعين وانتم ما يسمحوا لي بالك مش امبورتي، ما يخفى تسمع كلامي يوجعك.
هذا هو الهدف تاع مرانش ساكتين، انه نمدوا الكلمه لكل الناس يعبروا في مختلف المواضيع بكل اريحيه بكل اريحيه. شكرا لكم صحه، ان شاء الله ربي يرفع علينا الوباء ان شاء الله هدايا والبلاء، وان شاء الله الخير للشعب والبلاد ان شاء الله. شكرا. لحقنا لنهاية عدد اليوم لمرانش ساكتين، حاولنا أنه نعطيه يعني صدى لمبادرة ولا اثنين. راه يقول لي المخرج أنه مازال عندنا اتصال آخر، معليش راح نروح الفاصل الموسيقي صغير نحاولوا نمروا اتصال ولا اثنين لما لا قبل ما ننهي عدد اليوم. بقوا معنا. استقبلوا آخر اتصال لي عدد اليوم، هاد المرة راح يكون من قسنطينة مع راسم. أهلا راسم. راسم هل تسمع فينا راسم؟ ربما انقطع الاتصال مع راسم. الو راسم، للاسف ما على باليش الفريق التقني يقدر يحاول يتصل براسم مره اخرى. الفريق التقني نحاولوا نتصلوا مره اخرى براسم، نعاود نقول لكم بعد دقيقتين قعدوا معنا. نحاولوا نربطوا الاتصال مع راسيم اخر مره، نحاولوا اخر مره قبل ما ننهيو عدد اليوم. مازال عندنا نزيدو 3-4 مينوت. راسيمك معنا. وي انا اسمع. واخيرا واش راك راسيم؟ والله لاباس الحمد لله. الحمد لله. واش هي الاحوال؟ واش راهي قسنطينة؟ والله حالها كل حال الولايات الاخرين. نعم نعم. وفي المستشفيات في الولاية يعني ما هو الحال؟ هل هناك يعني نقص في الأكسجين؟ أنت لاحظت هادشي؟ والله شوفي صافي، أنا عندي دو فامي تاع مونبير وتاع مونمير تجلسوا فيه جوج. تاع مونمير عندها بليز دي أوني. إيه. وتاع نتمنى أنه كانت خفيفة عليهم. نعم؟ كانت خفيفة عليهم؟ إيه تاع مونمير مالوغوزمون كانت جداتي فيها المناعة مش مليحة تاعها، ما ما توفات الله يرحمها. ربي يرحمها ربي يرحمها للاسف ربي يرحمها. ا بصرا تاع ما لا فامي تاع مون بوست كانت مليحه، نورمالمون سي با ديك قوي بزاف. مالوريزمون طلعناهم سبيطار وهكاك وخرنا نحكموهم، قدرنا بصح نعاملوهم. كانوا ان غوز بريسيون كيما قلت لك يحكيو دوك الكسيون قبل بالك من با 3 من با 3 سيمان قبل ما يسيني با بريسيون هذيك اللي كانت كاينه دوك في السبيطار. وي 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 كان نورمال، كان ستيروكسيجان بالك في الاخر في الفامي تاع ماما، لكن سيتي امبريسيون كثر وكانوا كاينين بزاف ناس وكانت كاينه صح مشكل في لاغيانيماسيون تاع قسنطينه اللي والله سي كراف. مثلا عندنا السيرفيس هذاك تاع لاغي قسنطينه سي كراف كراف ما فهمتوش. انت شفت بعينك انه كاين نقص داخل المستشفيات الاكسجين؟ وي قبل نعم قبل نعم. يعني قبل هاد لا ثوازيام فاك، قبل ما ارتفعت وتيره الاصابات ديجا كان مشكل تاع نقص الاكسجين. كنا نتقابضوا، كنا كل يوم نتقابضوا على الاخر على الاكسجين باش نقول لك هكا بالتعبير هذا بعد. نعم 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 كنا نتقابضوا كل يوم وشغل كان جابي الى ما كان عندي حاكم نشفع على قراءه الاكسجين ما فهمتوش كيفاش كان يقول لنا نمشي فيكم مزيه كي نجيب لكم اكسجين. هذاك الشغل ماك هذا شوف انه بروفوكي بزاف في طول عاطي وفات جداتي ربي يرحمها. ايه بالك ربي يرحمها. هو عامل بالمستشفى؟ هو يعمل بالمستشفى الشخص هذا؟ ايه عامل بالمستشفى. نعم نعم عامل بالمستشفى. ايه بصح جوبونس ثوازيام فاك هادي ما فهمتش انا كانت قادر كنا قادرين نيفيتوها بكل السبل ما فهمتش حتى بقينا رحنا في ثوازيام فاك. صحيح. اون بي اللي ما حبش يخرج القوه تاعو سما كنا قادرين كانت قادره الدوله تفرض علينا غرامات، تقدر تفرض عقوبات، تقدر تبين السيطره تاعها بصح ما بينتهاش. السؤال اللي يبقى يطرح على ما بين ربما ماهوش مشكل غرامات او عقوبات رسم، راهو مشكل توفير مواد، يعني مواد مهمه كقارورات الاكسجين والاجهزه. بين تحوس على الاكسجين ماهوش مشكل عقوبات الدوله تكون خير. صحيح صحيح صحيح. الجزائري كل مثل كلش مثل جيبو بس لكن ماهوش الحل الوحيد راسي، ماهوش الحل الوحيد يعني فرض عقوبات ولا ما كانش يعني دي ميزور لربما لتوفير هذه المساعدة، توفير المواد المهمة في هذه الأثناء.
كنا راح نقص الضغط، كنا راح نقص الضغط بصفه اكبر بزاف، كنا يعني طبقنا بعض العقوبات وبعض الغرامات اللي شغل بسبب الناس اللي ما دارتش ما تمشيش بالبافيت، لان حتى برشا كاين الناس بدات ما تمشيش بكورونا. سمنتارا تشوف انه رسم تاك تحمل مسؤوليه المواطن، الوعي تاع المواطن ربما بيان سور، قبل ما نحمل الوعي، قبل ما نحمل المسؤول خطا تاع هذا لابريسيون تاع الاوكسجين اللي ما كانش، نحمل المواطن هو اللي جابها، كنا قاعدين نفيتيو كاع البروبليم هذو، كنا قادرين ما نتقلدوش على الاكسجين، كنا قادرين. جو كوني كالكان مون امي اللي باباه ريتريتي وعنده سامبون جزائريه 100%، منتوج جزائري 100%، اللي باحها باش قدر يشري 3 كونسونتراتور. نعم مشكل. اسكو تي درو سان نورمال؟ ما مش نورمال خالص. واش عادي خاصة 2000 سنة 2021 يعني الناس راهي تبيع السيارات تاعها باش تقدر توفر هذا الجهاز اللي من المفروض انه متوفر في المستشفيات. شكرا جزيلا راسم على الاتصال. شكرا. كان هذا اخر اتصال لعدد اليوم، اخر صورة ربما نخليوها لكم لرب عائلة اللي اضطر انه يبيع السيارة تاعو باش يشري 3 اجهزة لتوفير الاكسجين ربما لافراد عائلته اللي كانوا يعني في حالة حرجة. شكرا جزيلا لكل واحد اتصل بنا اليوم، كل واحد شارك معنا. نذكركم بزوج مبادرات ربما يهمكم الامر، كاين صفحة ليز الجيريان دو موريال لكل واحد يهمه الامر، ربما الجزائريين المقيمين بموريال باش ربما يرسلوا مساعدات. عندنا كذلك منتدى صفحة الفيسبوك لمنتدى الجالية الجزائرية بتركيا ربما إلى يهمكم الأمر. نتمنى الشفاء لكل مريض في هذه الأثناء إما بالجزائر أو خارجها، وربي يرحم كل موتانا. الوعي ثم الوعي ثم الوعي. إلى اللقاء.